اخبار الدنيا ايه؟ زي الفل، مبسوطين مبسوطين في عيد. احنا والله في عيد الحقيقه. ايه السبب؟ السبب ان احنا خدنا بطوله افريقيا. خدناها عن استحقاق الحمد لله، ومن اجمل البطولات اللي احنا خدناها في حياتنا، فاحنا مبسوطين بيها قوي. وادي رد الفعل، احنا في كاس عالم للانديه. حفل جميل جدا بيتعمل من سنه 2000، يمكن وقف 2001 و2004 شويه، انما سبق عظيم جدا. اي حد بيبقى موجود فيه بيصدر لنفسه بطولات، بيصدر لنفسه تاريخ، بيبقى لعيبه دايما عندها ميموري، عندها ذكريات، عندها وجود عالميه كمان في نفس الوقت. ودي اللي بتواكب النادي الاهلي في الشكل اللي هو فيه كل حاجه. أيوة. انه نادي القرن، نادي تسع في افريقيا، وان شاء الله يفضل في الاستمراريه دي بعد ما كانت غابت عننا بسبب اسباب كتير. فعل دائما احنا بنتعرض له الحقيقه. الحمد لله ان احنا هنروح نلعب، وفي بار فير بلاي. يعني انا سعيد ان انا هتفرج ان شاء الله باذن الله، اتفرج على الفار الحقيقي اللي انا بشوفه. انت عندك مشكله مع الفار؟ عندي مشكله مع الفار و مع تحقيق العداله. عندي مشكله مع الناس اللي هي بدل ما تبقى كلنا واحده واحده زي بطوله العالم للانديه. ايوه بتاعت كره اليد كده، كاس العالم اللي احنا نظمناه، الحاجه العظيمه اللي احنا بنعملها، حاجه عظيمة.